السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين، نلتقي معكم مرة أخرى في حلقة جديدة من لعبة آرك سورفايفل راجناروف آيلاند. بالنسبة للي حصل عندنا، الحمد لله كسبنا الليفل 38، اشتغلت عليه صح، ما سجلت كل حاجة لكن لفلت واشتغلت وجمعت. ممكن أوريكم الآن 35 فانديشن وشغل كثير وتجميعات، وهذه شوف سبعة صارت 42 فانديشن، هذه كلها تجميعات عطتني تلفيلة زيادة، وهذا حصلنا عليها، يعني دخلنا في معارك ودخلنا في شغلات ودخلنا في قتال، ويا شغل كثير حقيقة، عمل كبير وعمل كثير علشان نلفل ونرتفع في اللفل. وضبطنا بعض الفانديشن حطيناها هنا، بعدين قلت لا أبغى أحتفظ بالفانديشن، ممكن بعدين أنتقل، لأن المرحلة ذي خلاص احتمال مرحلة البحث عن مكان، خاصة أني وصلت ليفل 38، الآن أنا مؤهل بأني أصنع السدل حق البترادون. البترادون عندي اثنين، واحد روضته من اول الان هو 37، والثاني 27، والثاني لا والله حصلت عليه بعدين لفله كويس واخدته، فهذا بيكون الان المرشح انه ينقلنا لين نحصل واحد افضل. وهذا مثل ما انتم شايفين هذا مقطع اللحم صراحة والله جيد وقت المعارك وكذا ما يقصر، لو عندي واحد ثاني بعد يكون افضل. طيب انا راح اصلح الان، راح اخذ بعض اللحم عندي هنا جاهز، محتاج للأطعمة، وراح اخلي الباقي والله ما ودي، راح اطفيه، سكر على النار واخذ اللحوم معاي، راح اخزنهم في ايوه. الشيء المهم في الموضوع هنا، صنعنا السبارك، راح اجيبه لكم، انا مصنعه وخالص وجاهز، لكن اول شيء خلنا نصنع هذا البترانادون السدل، خلاص نجهزه، واروح اجيب السباك باودر اللي هي تشتغل عليه البرادة هذه، او مثل ما نقول حافظة الاطعمة، تشتغل بالسبارك باودر، توقع هنا في المورتار هذا هو، شوفوا عندي موجود كمية كبيرة، هذا يشغل لنا خلي البقية هنا لأنه راح نحتاجها في تصنيع، هذا نحتاجه فقط. واحدة من الأشياء المفيدة لنا البرادة هذه راح تشتغل لما نحط فيها هذا، شوفوا الآن بدأت تشتغل، واضح عليها أنها تشتغل، شوفوا زي الأبيض قاعد يطلع منها زي البخار الأبيض، معناتها خلاص قاعدة تحفظ الأطعمة. طيب الآن بعد ما أخذنا ذا لازم ننزل بقية الموارد لأنها بتصير ثقيلة على البترانادن. الآن راح أنزل أطعمة اللي أنا ما أحتاجها، هذا أنا ما أحتاجه، لا أحتاج منه قليل، راح أحتاج منه سبويل أماونت، ممكن نحتاج منه 15 والباقي نحتفظ فيهم لأنه يدخلون في التصنيع، هذا راح نحتفظ فيه. الموجو بيري ناخذه معانا، الموجو بيري كويس للترويض. أوكي الآن الوضع إن شاء الله أوكي، راح الآن أول طيران، أتمنى إن شاء الله السدل ما يخذلنا يعني يكون أوكي. أوكي كبيب سدل، وأخيرا خلاص سدل أوكي جاهز، الآن جاهزين للطيران، خلونا نشرب ماء، وأول طيران على البترادون. تعال انت بتلفل، عنده تلفيلة، خلني أرفع الويت،
اعطيه بالويت واعطيه بالمال دمج. اوه عنده تلفيلات كثيرة ذي. وصلت 41. اوكي كويس. والله كأن الوزن ثقيل عليها. ولا انا غلطان؟ تقريبا الوزن زايد عليها. اوكي اوكي اوكي. اول ارتفاع لنا لنشاهد العالم. يا تعال يا بتر ندن، انا من زمان ابغى انزل على هالمكان. يا شوف العالم. اوكي هو في له حركات كثيرة. الان رحلتنا للبحث عن الكريستال. لا اوكي ننزل على طرف خلي خاوينا ياخذ استامينا. ترجع الاستامينا حقته. بشوف عنده اكل او لا. ان شاء الله عنده. اي اوكي عنده عنده. وفي عنده اول مره ننزل المنطقه دي. ايوه هذا الكريستال حصلناه كويس. ان شاء الله ما يجينا احد. راح ننزل بسرعه لان خلاص الوضع الان في خطوره كبيره. دخلنا في عالم اخر. احنا عسى يقدر يشيلني. اهم شيء يقدر يشيلني. والله ما ودي اطمع. ثقيل يا الله ثقيل. طيب خلنا اصبر شوي اصبر شوي. لازم انزل من الاشياء اللي ما هي ضرورية معاي. سوي لها دروبينج زي الستون ما ابغاه. خذنا 17. زي الخشب هذا نحصله بكثرة. كم الوزن حقي الان؟ 83. خلاص يا اوكي كذا احنا دلينا المكان. عارفين يا البترا دون انك ما تقدر. الوزن مرة حده. اوكي سيدة منطقتنا. حطه جنب ربعه لا يبعد. اوكي شكرا لك والله نفعتنا صراحة. بس انت معاك اغراض شايف، معاك حاجات. ناخذ منك هذا وناخذ منك ذا ونخلي لك الطعام. ايوه الان نفتح الباي جلاس. وينه؟ قريب يمي مرة هذا هو. كيف نصنعك يا باي جلاس؟ نشوف. خلاص هذا الباي جلاس اوكي. راح احطه بدال التورش او بدال الكلوب. كذا نقدر الان نركز ونشوف. يعني ساعدنا. أوه في اشياء كثيرة هنا. ليفل حقه 7. ستوك شور او تقريبا اسمه كذا. خلاص نرجع. يلا يا بتردون خلاص نرجع. والله بدينا يعني نتمشى شوي ونشوف في الخريطة افضل. اول ما كنت انا يعني اقدر امشي واتحرك. الان في مجال. خلاص خوينا الاستمنة عنده شوي نازلة.
ما ودي اخذ بقى، بشوف هذا الباكج او الدروب وش فيه، اذا في شيء يستحق ويستاهل ويكون وزنه خفيف بنلحق عليه ناخذه. خوي الاستمنة عنده، قاعد اطور الاستمنة فيه شوي شوي. اكيد بيتطور مع الايام. اوكي روح نشوف نقدر نفتح. اوكي كويس. اوه كلها هذه ملابس. خلنا نشوف ايش مكتوب هنا. ويبن ايش هذا؟ امتي جرويبود. احتاج الى الاويل، مادة الاويل هذه وينها؟ فيه ستراكتشر الكتريك، فيها حاجات تقدر تاخذها بس ماني عارف والله وش هي. ما نقدر ناخذها، ما نقدر ناخذه، لازم اخذ الباكج كامل. راح اخذ الباكج كامل واشوف الحاجة اللي ما تنفعني راح ارميها. وينه؟ غير الملابس ما عطوني شيء. اوكي خلهم نتركهم يولون، ما نبغاهم، ما استفيد منهم شيء، اخذهم. مكان خطير صراحة مع الهيكل العظمي هذا، أتوقع مكان حلو يعني نستخدمه كمنزل. إيش هذا؟ في حاجة قاعدة تطير داخل، لا يكون. خلني أنزل شوي وأشوف. والله ما أنا عارف إيش هذا، هل هو نسر ولا إيش؟ عالق. طلع. اوه كان في طير هنا وعالق. خلاص طلع. والله المنطقة هذه فيها فسحة كبيرة وحلوة. اتوقع اللي يختار مكان يحط له منزل هنا فعلا كذا يفتك من المشاكل. هذا يتروض ما يتروض، يبي كوكيت ميت مد. صراحة في تحتها شيء، لو الواحد نزل خلاص اكلوه. في اتوقع رابترز، وفي هذول يبغالهم واحد مش الحالة يعني. انا ما اقول الحالة يعني، يبغالهم شغل ذولا، يبغالهم. اي تدمج الرابتر ما راح يواصل، بيجلده هذا وبجلده. اها لو كان عندك، والله انا ودي اسوي لي مكان. هذا الثاني كم الليفل حقه؟ هذا الليفل 40، هذا احسن. اسوي لي مكان في المنطقة هذه. في طريقة بعدين للنقل، الظاهر احد الطيور لا يجينا. ذا هذا 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 البلية. هذا كم الليفل حقه؟ الليفل 15. اتوقع هذا بيساعدنا لو حبينا ننقل. لا يجينا بس يسوي لنا مشاكل. ابعد عننا، انا شفت نبتة هنا زي النبتة وابغى اشوف. ما ادري وش هذه. اوه سيد. هذا 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 حاجة انا شايفها. اوه زي الدراغون ذا. اوبسايدين هذا يدخل في التصنيع بعض المواد. يكفينا خمسة، نشوف كم لنا الرابتر. 28
هذا يدخل في التصنيع وهذا سيد، لكن ماني عارف والله قط هذه علشان خوي صراحة يا الله يشيل. دلينا مكانه خلاص، هنا في فيله بعد مكان، في موارد هناك، في موارد. انا احتاج اني انتقل، يعني انتقل لوسط الخريطة. خوي ما يقدر؟ لا يقدر. زين انا جاي استكشف المنطقة. زبق هناك ولسه في فوق، لسه في عالم، لسه في عالم اخر، مش عالم، عوالم، لسه في عوالم ما ندري عنها. والله لو ما هذا البترادون. اوب اوب، وش ذا اللي نزل هناك؟ اوب، الرسبنة، شوف الرسبنة كيف يرسبنون. جو 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 جو، الحين بيقضون على الاول والاخير. الله، ايوه حدهم الان بتقوم المعارك، الان بتقوم المعارك. اوه هذا بقرون، يا ذا بقرون، عاد هذا مصيبة المصايب، داهية الدواهي ذا. والله ما ادري هو يتغلب على ذا ولا ما يتغلب. خلني انزل هنا شوي، وخايف يجيني احد، خله ياخذ نفس شوي وبعدها بطلع على طول، ما راح اطول. والله مين اللي ينزل عند هذول الجماعة؟ لا بالله ما حد يقدر ينزل. الله، ينزلون من فوق الجبال ذولا. هنا ركس، اتوقع ركس، ما في غيره، هو اللي هذا حجمه، لكن غريبة عايش مع. اوه لا، فاصل عليهم، ما عنده يجلد جلد، وبينهم قايم البقس وقايم المشاكل. من يقربك يا ركس؟ اوه نزل تحت، نزل تحت، ما عنده. والله بينظف المنطقة تنظيف. شوف شوف شوف، جال الكبير ذا، جال، جه جه جه، تحرش فيه، تحرش فيه. الله الله، شيء خطير صراحة. نزل من فوق جاي تحت، الغلبة لمن؟ والله اللي بينظف المنطقة له. هذا برونتوزور 25، خلاص قضى عليه. وهذا ريكس 26، يعني مش ولا بد، خلاص نوخه خلاص. اوتش، الدور جاي على ذولا الان. خلص اللي فيها الظهر، اتوقع ما فيها، اوه ما فيها غير الفحم. طيب نحط لها ثاش، 10 ثاش. هذه الجهة بعد فيه كذا، حق الليل يعطينا إنارة خفيفة، ما راح يعطي كثير لكن يعني نور شوي. ما شيكت على حيواناتي، خلاص
الآن جاء الليل وجاء وقت المغادرة أو وقت الراحة. في المعدن اللي حصلته مثل ما قلت لكم ما أدري ينصهر أو ما ينصهر، السي أبو سيديان هذا أبو سيديان أتوقع فيه هنا له، لما دخلنا على الوبن أو تقريبا مش الوبن، في حاجات كان يدخل في تصنيعها. عرفنا مكانها الآن، عرفنا المكان حقه. الآن هدفي أنا واحد من الأسلحة هذولا، راح نستفيد من المعدن هذا اللي جبناه أكيد، ولازم نجمع منه. هذا ماني عارف، هذا سيد راح يروح في الجهاز هذا اللي يحافظ على الأطعمة ويحافظ على الموارد. شوف كل هذه ما طلع من لا أنا حاطة بعد، خلاص يحافظ عليها ما يخليها تفسد، لسه باقي عندي، وهذا شيء كويس. وبكذا أكون أنا أنهيت اليوم حلقة اليوم، أتمنى أنها عجبتكم، ولا تنسونا من الضغط على زر اللايك، واللي يحب يشترك معنا حيا الله فليشترك معنا، وفي أمان الله.